اهلا بيكم مره تانية في اوضه اللبس، ومعايا هشام رشاد المحلل الفني لاوضه اللبس عشان يكلمنا عن تاريخ دوري ابطال افريقيا وتاريخ المواجهات النهائيه ما بين الاهلي والزمالك. هشام مساء الخير، منور حبيبي حبيبي، ايه الاخبار؟ كله زي الفل الحمد لله. عجبك النقاش التكتيكي اللي ما بيني وبين جوده؟ طبعا حلو جوده من اللعيبه اللي كانوا كويسين جدا، وواحد لما كان في ناشئين الزمالك. انت جبت السؤال ده منين؟ لان عشان انا انت كان فعلا معاك من جيلكو ده. واحنا في ناشئين الزمالك جه اختبارات، وفوجئت ان هو كان لازم يتاخد، وفوجئت ان هو راح النادي الاهلي. يعني من اللعيبه اللي الواحد زعل عليها، لان كانت لعيبه من المميزين جدا. وعلى فكره مدرب كويس، كل الناس اللي اشتغلت معاه بتقول ان هو مدرب لا وليه كاركتر، حتى هو بيتكلم في الكوره ليه كاركتر هادي. وثابت وهادي. انا اتمنى المدربين دول ياخدوا فرصه في الاتحاد الكوره وفي المنتخبات، طبعا لان دول طبعا يعني لعيبه دوليه ولعبت دولي ولعبت عندها خبرات كبيره وشغال. امثله مش جوده بس، امثله كتيره. المدربين الشباب دول لازم طبعا ياخدوا فرصتهم، مطلعين ولازم ياخدوا فرصتهم على فكره كمديرين فنيين مش مدرب عام. صح. انت النهارده بتجيب مدير فني كبير في السن جدا، بتمسكه مدرب تحت فرقه تحت 16 سنه، مش ده الصح. صح. لازم تحضر الاجيال للمستقبل. كلمنا عن تاريخ دوري ابطال افريقيا. طبعا دوري ابطال افريقيا حدوته جميله، وحدوته طبعا عايزه حلقات، لكن واحد حاول يلم الدنيا على الساده المشاهدين، وفي نفس الوقت احنا نذاكر قبل المباراه وقبل الامتحان النهائي يوم الجمعه اللي جاي. ده مين ده؟ مين اللي ماسك بوكيه الورد؟ ما انا هحكي لك، انا اقول لك هو شبه مين؟ شبه خالد مرتجي. لا ما انا هحكي لك القصه دي، انا هحكي لك القصه. والله شبه خالد مرتجي صح؟ ما انا اقول لك ده كانت مباراه ريال مدريد والزمالك، واحكي لك ليه. دوري ابطال افريقيا ميدو ابتدى سنه 64، ولكن عشان يبتدي سنه 64 الفكره نفسها ابتدت لما ريال مدريد جه زار مصر. وفي المعلومه دي في ناس كتيره ممكن ما تبقاش عارفه، ان ريال مدريد كان ليه بصمه في حته ان يحرك دوري ابطال افريقيا. ريال مدريد كان بطل اوروبا في اواخر الخمسينات واوائل الستينات، وكان نادي الزمالك فات عليه 50 سنه سنه 61. فدعا بطل اوروبا ان يجي يلعب مع نادي الزمالك، الفرقه بتاع بوشكاش بالظبط، يجي يلعب مع نادي الزمالك في مصر. والمباراه انتهت 4-1، ولعبوا مباراه تانية كان ميكس بين الاهلي والزمالك، والمباراه انتهت 7-1. بس دي كانت فاني بقى شويه. والتور بتاع ريال مدريد يا ميدو كان مصر وغانا. انا بحاول اعرف هشام مين ده. كابتن كابتن عادل الفار ممكن، مش عارف. حد يحاول يقول لي يا جماعه، حد يقول لي، جيب لي معلومه الكابتن نادي الزمالك اللي معاه بكيل ورد مين. فالمهم التور دي يا ميدو ما كانتش في مصر بس، هي دي مهمه جدا. تمام. التور دي كانت في مصر وفي غانا. ليه بقى؟ وفي غانا جم لعبوا ماتشين 4-1 نادي الزمالك، وعملوا ميكس اهلي وزمالك وزمان دي كانت حاجه جميله جدا، ان كان في الماتشات اللي هي امنيه حياتي تحصل تاني الايام اللي جايه. وخلصوا مباراه في مصر وطلعوا على غانا. كان رئيس غانا كوامي نكراما، ده كان هو ده كان عاشق ده رئيس غانا، دوله غانا. المباراه لما ريال مدريد لعب في غانا، بعد المباراه كوامي نكروما رئيس غانا اجتمع بالاتحاد الافريقي وقال لهم احنا ليه ما نعملش بطوله زي دوري ابطال اوروبا، تبقى دوري ابطال افريقيا، وتبقى دوري ابطال افريقيا. يعني الراجل ده صاحب الفكره، صاحب الفكره، رئيس غانا السابق، رئيس غانا السابق، وكاس كوامي نكروما، واول كاس اصلا باسم كوامي نكروما. راح اجتمع ميدو بالمسؤولين وقال لك انا عايزين نعمل بطوله، وتبقى تالت اقوى بطوله قاريه على مستوى الانديه بعد دوري ابطال اوروبا اتاسس سنه 1955، ودوري ابطال امريكا الجنوبيه كان سنه 60. وبالفعل البطوله انشئت سنه 64، والرئيس ده قال لك انا ههدي اول كاس هديه للبطل، وغانا هتستقبل المباراه النهائيه الاولى في البطوله. وفعلا البطوله دي اتلعبت، وكان المفروض يشارك فيها سنه 64 الترسانه كبطل دوري، ولكن الظروف والامور الماديه، لان زمان كنت بتقول فعلا ادغال افريقيا عشان تصرف وتسافر والكلام ده كله، فالترسانه اعتذر. وفعلا الجيل العظيم بتاع نادي الترسانه كابتن حسن الشاذلي الله يرحمه، كابتن مصطفى رياض ربنا يديه الصحه، بالظبط. راح وصل نادي اسمه اوريكاس ديوالا، نادي اسمه اوريكاس ديوالا كان بطل الكاميرون، ولاعب الملعب المالي في الفاينل.
ونادي اوريكاس ديوالا هو اللي كسب اول بطوله في تاريخ دوري ابطال افريقيا. المهم السنه اللي بعديها ما اتلعبتش، تمام، رجعنا تاني سنه 66 فاز بيها الملعب، ملعب ابيجان. بس عايزين يا جماعه ما نتسرعش عشان هنمشي سنه سنه. المهم زي ما قلت لك يا ميدو ان سنه بقى 66 فاز الملعب ابيجان بالبطوله، وكان موعدنا بقى مع التاريخ سنه 67. ليه 67؟ هي اول مشاركه لاول فريق مصري في دوري ابطال افريقيا، وهو نادي الاولمبي. انزل بالصوره بقى. تمام. نادي الاولمبي كان بطل الدوري ساعتها، كان بطل الدوري. والفرقه دي يا ميدو كانت عامله بطوله مميزه جدا جدا جدا، وتخيل وصلوا سيمي فاينل. ولكن لولا النكسه سنه 67 الاولمبي انسحب. وكان من المرشحين الجامدين جدا ان هم ياخدوا البطوله. كره في مصر وقفت بقى بالظبط. وكان جيل جامد جدا، كان فيه عز الدين يعقوب. عز الدين يعقوب ده كان متسمي بالسهم الاسمر. هو ده. ده كان لعيب فز يا ميدو في الوقت ده في الاولمبي، في الاولمبي عز الدين يعقوب ده. وده واحد، ده اول مصري جاب هدف في تاريخ دوري. طبعا طبعا. وبدأ كابتن بدو عبد الفتاح، كابتن بدو عبد الفتاح ده اول مصري يجيب هدف في دوري ابطال افريقيا. عز الدين يعقوب ده راجل جاب 83 جول في للاولمبي، وتوفى سنه 2015 واتدفن في عمان. بس كان لعيب فز في الوقت ده. طبعا هو اصله مصري مصري. عز الدين مصري وكان لعيب جامد جدا. المهم البطوله دي انا ليه بقول لك 67؟ لان حصل فيها حاجه غريبه جدا. 67 ميدو اللي وصل للفاينل اشانتي كوتوكو ومازيمبي. الطبيعي ان اشانتي كوتوكو هو اللي كان يكسب البطوله دي. ليه؟ لان مباراه الذهاب انتهت 1-1 في غانا، وتعادلوا 2-2 في مازيمبي. فالطبيعي مين اللي يصعد؟ اشانتي كوتوكو، عشان جايبين جوان بره اكتر. بالظبط. راح الاتحاد الافريقي. ده بقى احمد بتاع زمان. قال لك ايه؟ قال لك لا هنلعب مباراه فاصله. تمام. استنى، دول الاسماعيلي. لما نوصل الاسماعيلي راح ايه؟ قال لك هنلعب مباراه فاصله. راح اشانتي كوتوكو رفض وما راحش المباراه، ففاز باللقب مازيمبي سنه 67. يعني هو الاثنين وصلوا. بس كانت النظام بيقول، اللعبه بتقول ان الاهداف بره. لا لسه ما اتعملتش المباراه دي سنه 67، هي السبب اللي ابتدى القوانين تتغير. بس هم كان اشانتي كوتوكو بيتكلم زي اوروبا. لكن هم اتفاجئوا، قال لك مباراه فاصله ما راحوش، مازيمبي خد البطوله دي. البطوله اللي بعدها خلاص اتلعب بالنظام ان الهدف بره في حاله التعادل بهدفين. ومازيمبي كسبوا البطوله اللي بعدها لغايه لما وصلنا سنه 69. مازيمبي بقى كانوا تبع زئير. بالظبط. وده كان ثالث سنه مازيمبي يوصل للنهائي، لغايه لما قابل الاسماعيلي. بص كابتن علي ابو جيشه تاني واحد على الشمال فوق. وسنه 69 كان اسمه انجلبير. واللي حصل بقى ميدو ايه؟ ان هنا الاسماعيلي اول فريق مصري يحصل على دوري ابطال افريقيا. والمباراه دي اتلعبت على استاد القاهره، كان استاد مليان على الاخر 120,000، كان استاد ملعب عبد الناصر. بالظبط. والمباراه هناك انتهت 2-2، وهنا الاسماعيلي كسب 3-1 هنا و 2-2 في مازيمبي. نخش بقى على الحقبه بتاعه السبعينات واللي سيطر عليها. تمام. هنا في فتره السبعينات في ثلاث نقط مهمين جدا، ان الفتره دي كان مسيطر عليها الانديه الكاميرونيه والغينيه. كانوا نياويندي وديوالا، يونيون ديوالا، خدوا اربع بطولات في فتره السبعينات. ونادي اسمه هافيا كوناكري الغيني ده حقق ثلاث بطولات. وهافيا كوناكري الغيني ده اول فريق احتفظ بالكاس، الكاس الافريقيه للابد. الكاس كل ده الفرق المصريه، الاسماعيلي بس هو اللي كسب. بالظبط. شارك هنا بقى ايه؟ فهافيا كوناكري ده اول فريق احتفظ بالكاس للابد. ده الكاس بتاع الرئيس الغاني كوامي نكروما. البطوله دي برضو شهدت وصول المحله سنه 74 للنهائي. ممكن اسالك سؤال يا هشام؟ هو السنه اللي الاسماعيلي كسب فيها كانت 69 صح؟ 69. يعني كانت ساعتها الكوره واقفه في مصر. لا ده لا الكوره الكوره كانت واقفه في النكسه، وقفت كانت واقفه. لا بالعكس، انت خلي بالك انت 67 وبعدين انت في 69 لعبت، اللي هي دي المباراه دي كانت سنه 69. البطوله المحليه كانت واقفه. ممكن اتاكدوا لي من الكلام ده يا جماعه، لان انا فاكر كويس قوي ان فرقه الاسماعيلي دي لما الناس اتهجرت من اسماعيليه راحوا عسكروا في نادي الزمالك.
هي كانت البطوله المحليه كانت واقفه. اه ممكن ممكن اه راح عسكره بقى سابوا اسماعيليه والفرقه دي راحت عسكرت في نادي الزمالك. خلي بالك بقى عملوا انجاز اصلا. آه انت الكوره واقفه الانجاز ده كان فريق مرعب. لا وهي دي خلي بالك بدايه العلاقه التاريخيه ما بين الاسماعيلي والزمالك. ان ان نادي الزمالك استقبل الفريق ده وقال لهم ده بيتكم ده ده المكان بتاعكم. واللعيبه دي والفرقه دي فضلت معسكره في نادي الزمالك فتره طويله جدا. آه بيباتوا في تحت المدرج في نادي الزمالك وبيتمرنوا في الملعب بتاع نادي الزمالك وكانوا بيستعدوا لبطوله افريقيا. لغايه ما كسبوا البطوله. هذه انا هبقى اشرح لكم لا مهمه للزمالك والاسماعيلي. يعني اولاد العم بيقولوا يعني. المهم في السبعينات بقى برضو المحله يعتبر تاني فريق مصري وصل للنهائي الجيل العظيم بتاع المحله. لاعب فرقه اسمها كارا برازافيل. اه كارا برازافيل. ها من الكونغو. خسروا هناك 4-2 وخسروا في المحله 2-1 وخسروا اللقب. والحقبه بتاعت السبعينات دي الناس مش عارفين ان دي اول مشاركه بقى للاهلي والزمالك في البطوله. الاهلي سبق الزمالك بثلاث سنين. اول سنه شارك فيها النادي الاهلي في بطوله افريقيا كانت 1976. الزمالك شارك 1979. والاثنين في الحقبه بقى بتاعه الثمانينات. الاهلي اول واحد خدها مع كابتن جوهر الله يرحمه. اه هنخش بقى على 82 صح. ده كان صراع قوي جدا يا ميدو. الاهلي والزمالك 83. بص كابتن حسن انا احب السنيلات دي قوي. يا ريت الزمالك والله يا جماعه يعمل فان شوب. وبقى لنا سنين بنقول زي ما كنا بنقول بتاع يعمل فان شوب ويعمل الفانيلات دي 14 بالعربي. الاهلي والزمالك يا ميدو لو عمل انت مش فاهم. ده هو الاهلي في فان شوب صح بيعمله بس ما فيش قانون بقى ان انت تحمي. مش عارف يعني بس انت بقى اه في الثمانينات الاهلي والزمالك ما خدوش وقت كتير خالص. كانت يعني صراع قوي جدا بين الانديه المصريه والانديه الجزائريه. الانديه الجزائريه منافس قوي للانديه المصريه لكن الانديه المصريه عرفت تحقق البطوله في التمات 4 مرات. لو جيتا الجزائري وفاء سطيف ومولوديه وهران والكلام ده كله. النادي الاهلي سنه 82 كانت معاده بقى مع اول بطوله افريقيه. كابتن جوهر الله يرحمه. كانت شانتي كوتوكو. اللي هو 3-0 هنا 1-1 هناك بجول كابتن محمود الخطيب الشهير اللي عمله بالكعب. ووصلوا اللي هو الفيديو الشهير اللي كابتن اكرام وكابتن مصطفى عبده بيرفعوا الكاس في المدرجات. ده كان عشان الناس الجيل الجديد يعرف ان اول بطوله للنادي الاهلي كانت سنه 82. ووصلوا تخيل فاينل تاني السنه اللي بعديها مع اشانتي كوتوكو ولكن اتعادلوا 0-0 والاهلي خسر 1-0 وخسروا اللقب. 84 بقى الزمالك خد. 84 كان شوتينج ستارز. الزمالك كسب 2-0 هنا. البطوله بتاعت كابتن احمد رفعت. بالظبط الزمالك كسب هنا 2-0 وكسب في نيجيريا 1-0 وكانت بطوله 84. وهكذا في 86 كان قدام افريكا سبور كسبنا 2-0 هنا وخسرنا 2-0 هناك والزمالك فاز بضربات الجزاء الترجيحيه. دي كانت بطوله سنه 86. الاهلي رجع سنه 87 وفاز بتاني بطوله ليه كانت قدام الهلال السوداني 0-0 و2-0 هنا وسيطر الانديه المصريه على الحقبه بتاعه الثمانينات قصاد 3 بطولات للجزائر و بطولتين للانديه المغربيه وبطوله لاشانتي كوتوكو. التسعينات زمالك. التسعينات بدايتها النص الاول زمالك. انت دلوقتي بتتكلم على بعد كده النص الثاني الاهلي كان بيعتذر عن بطولات افريقيا. بالظبط. المشكله الشهيره ما بين كابتن صلاح سليم والاتحاد الافريقي. اهو هنا سنه 93 الزمالك كسب طبعا اشانتي كوتوكو مباراه ماراثونيه بضربات الجزاء. وفي سنه 93 ثاني فرقه تحتفظ بالكاس للابد كاس احمد سيكوتوري. هافيا كوناكري احتفظ بكاس رئيس الغاني. ده الرئيس الغيني احمد سيكوتوري سنه 93 الزمالك احتفظ بالكاس للابد. ثم بعد كده السوبر. ثم بعد كده السوبر في جنوب افريقيا. بالظبط. ووصل للنهائي المباراه السنه اللي بعديها قدام الترجي وخسر. ثم سنه 96 قدام شوتينج ستارز البطوله دي. يحيى نبيل اللي جنب يحيى نبيل. عفت نصار. انا اهو فوق اهو. المهم ده الماتش بتاع شوتنج ستارز ده. بالظبط انا كنت في ملعب الماتش ده. المهم الماتش ده انا كنت في الملعب فيه انا وايمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد وطارق السعيد. كان هم في المنتخب الاكبر مني ورحنا كلنا الماتش مع بعض. المهم بتاعت عبد الهادي وايمن منصور صح. التسعينات برضو شهدت الانديه المصريه بقى ما كملتش. ولكن نقف بقى عند سنه 97 لان دي تحول يا ميدو حصل في تاريخ البطوله. الرجاء المغربي اول فريق
بيفوز بدوري ابطال افريقيا بالنسخه الجديده وبالمسمى الجديد. وهنا هنقف لان ابتدى اول فكره جوائز ماليه تتعمل سنه 97 لما كلمه المليون دولار. هم الرجاء دول كان زمان هم خريبكا اولمبيك اولمبيك. لا قصه الرجاء دي طويله. كان البيضاوي كان اولمبيك البيضاوي. اولمبيك البيضاوي صح. الفرقه اللي هشام حنفي جاب فيها جونين دي بالظبط صح. هي كده هم اشتروا النادي ده بالزبط. ده كانت شركه حليب شركه بتاعت منتج حليب بالظبط. وكده هم الشركه اشترت النادي بالظبط. كانوا عايزين نادي جماهيري وراحوا نفس الافكار اللي احنا بنقولها دلوقتي بالظبط اللي انت بتقول عليها. فالرجاء هنا اول فريق على فكره الفرقه دي فيها جمال السلمي المدير الفني للرجاء دلوقتي اهو تحت على تاني واحد على اليمين اهو. ايوه هو ده جمال صح. صح اهو. وعندك ده طلال الكركوري. لا اللي هو فوق على الشمال ده معروف. لا مش طلال الكركوري. لا بس لعيب شبهه بس مش هو. فالمهم الفنان احمد سلامه على الشمال. فالمهم السنه دي ابتدت. وحاجه برضو اميدو لازم نعرفها ان البطوله سنه 97 مش بس الجوائز الماليه. لا حصل طفره في حته القوانين. انت زمان كان المباراه بتتلعب رايح جاي. سنه 97 بقى دور الثمانيه عباره عن مجموعتين. تمام. بس المجموعتين ما كانوش فيهم اول وتاني. كان اول المجموعه دي والاول مجموعه دي بيلعبوا نهائي على طول. اتغيرت دي سنه 2001 لما نوصل لها يعني. وطبعا الرجاء خد بطوله 99 واول فريق يشارك في كاس العالم للانديه اللي كان في البرازيل. هنخش بقى على الالفيه الجديده واسمنها اتنين. كابتن وليد صلاح الدين وبطوله 2001. بطوله 2001 دي اللي هو حرب الدشور بالظبط. انا ما اسمي ان بالظبط ال 10 سنين الاولانيين ال 10 سنين الاولانيين بتوع الالفيه الجديده باللون الاحمر. بتكلم الزمالك خد 2002 2002 وكان الاسماعيلي هيعملها في 2003 لاعب انيمبا خسر 2-0 هناك. ماتش ده الاسماعيلي كان قريب جدا يعني بالظبط. ده دي بطوله 2002. دي 2002 تامر عبد الحميد في الفاينل الرجاء اخر بطوله تخش نادي الزمالك بطوله افريقيا بطوله الدوري. والاسماعيلي كان هيعملها. ونخش بقى على 2005 كابتن حسام وكابتن ابراهيم. النادي الاهلي خد بطوله 2005 قدام النادي جوزيه بقى خد بطوله 2006 العظيم اللي عمله بالظبط. ونقف هنا بقى عند 2006 عشان ده هيبقى تالت كاس يحتفظ بيه فريق للابد وهو النادي الاهلي. اول كاس يحتفظ بيه النادي الاهلي للابد كان في 2006 وخسر 2007 قدام النجم الساحلي هنا 3-1 وكسب القط. ونبتدي نعد بقى القط ليه؟ لان ده اول كاس جديد في 2008. ورجع تاني الاهلي بقى في بدايه الجزء الثاني من الالفيه خد بطوله 2012 و2013 كان قدام الترجي وقدام اورلاندو بدري بقى بالظبط. ومحمد يوسف بالظبط. وادي كده الثلاث بطولات عشان النادي الاهلي يبقى النادي الافريقي الوحيد اللي احتفظ بالبطوله بكاس البطوله مرتين. واحنا دلوقتي بنلعب على الكاس الخامس واقرب فريق ليه هو الترجي. لان الترجي طبعا الاهلي وصل 2017 2018 النهائي خسر وداد وخسر الترجي. الزمالك وصل بالظبط في 2016 قدام سان داونز. ولكن الترجي كسب 2018 و2019 عشان يبقى هو اقرب فريق لو حقق لقب كمان هيحتفظ بالكاس الخامس للابد. كده عملت يعني زي سمري سريعه عن التاريخ. بس هنخش دلوقتي على الجوائز الماليه. مهم جدا ان الناس تعرف برضو التدرج بتاع الجوائز الماليه. زي ما شايفين كده الجوائز الماليه دوري ابطال افريقيا من عام 97 زي ما قلنا لغايه 2008 البطل كان مليون دولار اميدو الوصيف 750,000 دولار. في من 2009 ل 2017 البطل مليون ونص دولار والوصيف مليون دولار. دلوقتي من 2017 حتى الان البطل 2.5 مليون دولار والوصيف 1,125,000 دولار. وبقى فيه التالت والرابع وبقى فيه في الادوار الثمانيه. يعني ممكن البطل اللي يفوز بالبطوله دي ممكن يعمل له من 3.5 ل 4 مليون دولار على مدار البطوله. وانا شايف ان ده مقارنه بالارقام اللي بيبيع بيها الاتحاد الافريقي ولحجم الفساد اللي احنا بنشوفه ده الكلام ده لازم يتغير طبعا. انا في رايي ان لازم الـ البطل والوصيف ياخدوا فلوس اكتر من كده بكتير يا جماعه. بيبيعوا البطولات دي بارقام طبعا ب 40 مليون دولار بارقام يعني كبيره جدا طبعا. برضو عندنا الهدافين. انا جايب لك اول خمس هدافين في تاريخ البطوله ميدو.
تريزور مبوتو نجم الكونغو، كان محمد ابو تريكه 31 هدف، لكن تريزور مبوتو 38 مبوتو هدف. مبوتو ده بتاع مازيمبي بالظبط، كان جامد قوي مبوتو ده بالظبط. ولعب قدامك انت فرقه انجولا، هو غاب كده شويه، فاكر الفرقه اللي اتبنت دي كابو سكور بالظبط، ورجع تاني. ابو تريكه تاني الهدافين على مدار التاريخ 31 هدف، عماد متعب التالت 24 هدف، الانجولي فلافيو 21 هدف، والتنزاني سماتا 20 هدف برضو. التنزاني ده كان بيلعب في مازيمبي واللي راح استون فيلا السنه اللي فاتت. سريعا برضو قبل النهايه، يعني سماتا ده انا كنت هجيبه الزمالك ده في وقت من الاوقات، فاكر ولا لا؟ السنه فاتت كان رايح زمالك، انا كنت هجيبه في وقت من الاوقات، فتره من زمان كنت هجيبه سماتا ده من 5 سنين. سماتا ده دلوقتي ماشي من استون فيلا راح حته جامده، مش شاب، بس السنه اللي فاتت لغايه السنه اللي فاتت كان جابوه في، كان في استون فيلا. راح فاتن بخشه مكان مصطفى محمد، كان أيوة مصطفى محمد وخدوا سماتا مكان صح. اخيرا بقى الحاجه اللي انا قلت الخصها ميلو بشكل، لان الناس دايما تقول لك ايه، يعني النهارده جبنا تاريخ النادي الاهلي والزمالك في النهائيات فقط. لو الناس كلها بتقول لك الاهلي والزمالك في الدوري ومليون مباراه بالظبط، اتلعب يا ميدو نهائيات كل البطولات، نهائيات بالظبط، المسافه مش بالمنظر اللي زي الدوري. انت بتتكلم رسميا في 25 لقاء، وخلي في ماتشين هنحطهم على جنب. ليه؟ هو رسميا 27 مباراه، لكن في بطولتين في كاس مصر عشان نسهلها، في 17 مباراه في كاس مصر، نهائي كاس مصر، وفي 7 سوبر مصري، وفي السوبر الافريقي. ولكن في كاس مصر انت بتتكلم في مباراتين، الاهلي والزمالك اتقسموا كاس مصر كانت في الاربعينات وفي الخمسينات، فدول نحطهم على جنب. اتلعب بقى رسميا 17 مباراه يا ميدو، الاهلي فاز ب9 مباريات والزمالك فاز ب8 مباريات، فرق مباراه ده في كاس مصر، كاس مصر بالظبط 9-8. أوكي. في السوبر المصري انت بتتكلم الاهلي اكتر بكتير، 7 مباريات، 5 الاهلي و2 اخرهم البطوله اللي فاتت للزمالك، فرق 3 بطولات، بخلاف النهائي الوحيد الافريقي اللي كان بين الاهلي والزمالك في جوهانسبرغ، جون ايمن منصور، جون ايمن منصور السوبر. فانت دلوقتي بتتكلم ان الاهلي ب 14 لقب والزمالك ب 11 لقب، فرق 3 القاب، فده معناه ان مهما يكون الاهلي متاثر او الزمالك متاثر في المباريات النهائيه، انت مفيش اي حسابات، مفيش اي حسابات، وده المتوقع ان احنا هنشوفه الجمعه اللي جايه. بس نتمنى الروح الرياضيه تبقى هي ان شاء الله الاساس. هنتكلم مع بعض تاني خلال الاسبوع ان شاء الله، الماتش يخرج بشكل كويس وبمظهر لائق وبشكل نقدر ان احنا نفخر بيه امام العالم العربي كله، امام كل في قنوات كتيره جدا يا ميدو في هولندا وفي بلجيكا اشتروا وعايزين يتفرجوا، لان طبعا قيمه اللعيب الافريقي دلوقتي في العالم، كل الناس هتتفرج علينا، لازم نبقى على قد مسؤوليه المسؤوليه اللي واقعه علينا. عشان بشكرك حبيبي ميدو، ربنا يخليك، اشوفك ان شاء الله قريب في اوضه اللبس وبره اوضه اللبس في اخر سهره اوضه لبس النهارده. بشكركم على متابعتكم لينا، بكره وبعده هيكون عندنا حلقتين بنتكلم بتفاصيل اكتر عن ديربي القرن، وهنتكلم عن المستجدات اللي بتحصل وازاي المدربين هيلعبوا، وزي ما النهارده اتكلمنا بالتفصيل مع جوده نجم الاهلي السابق. بكره هيكون معانا نجم زملكاوي كبير بكره، غير الشغل التاني اللي احنا عاملينه اللي سايبينه لكم مفاجآت، هيكون معانا فتح الله فيتو، محمود فتح الله هيكون نجم اوضه اللبس بكره، وهنتكلم معاه عن الكارير بتاعه، وهنتكلم معاه عن رؤيته لمباراه الديربي القرن. وكل ده بيلد اب بنعمله عشان عندنا يوم المباراه، بعد المباراه مباشره عندنا استوديو تحليلي قوي جدا هيقدمه عمر ربيع ياسين، وهكون ضيوفه بنحلل قدام بعض كابتن حسام غالي كابيتانو، وانا هكون المحلل الثاني قدامه المره دي من نادي الزمالك. تصبحوا على خير، اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من اوضه اللبس.